من أربعة محاور تقدمت قطاعات الحشد الشعبية التي كانت تحاصر قضاء الحضر جنوب غرب تل عفر إلى داخل القضاء، وبعد اشتباكات لم تدم طويلا تم تحريرها والسيطرة على المدينة بالكامل. نبارك للشعب العراقي جميعا بالنصر العظيم لقضاء قضاء حضر، نبشركم ونبشر إخواننا ونبشر بالخصوص عوائل الشهداء، ونبشر الشعب العراقي كل اخوانكم المجاهدين، ما عندنا اي جريح، وفرقه الامام علي القتاليه وكل الفصائل علي الاكبر وكل اخواننا ان شاء الله منصورين وموفقين، وهنيئا لكم جميعا ولاعلامكم وصلتوا ويانا الى ساحه الجهاد، واهلا وسهلا وان شاء الله هاي مباركه للسيد السيستاني الله يحفظه، وان شاء الله معنا وصاحب العصر معنا وكل اهل البيت معنا ومنصورين ان شاء الله موفقين وهنيئا لكم. كانت المواجهه من داعش كلش جمانه مخذوله، قناص كان واحد وباقي كلهم شردوا على عبر الحدود السوريه، وقضينا عليهم والحمد لله والشكر دون خسائر. المقاتلون الذين تدفقوا إلى داخل القضاء لم يلاقوا مقاومة، فيما كان لواء الطفوف يكمل تحرير المدينة الأثرية في القضاء بعد أن بدأ بعملياتها مساء أمس. ووصلنا إلى حافة الوادي اللي هو يحيط بمدينة الحضر، كان هناك استعدادات للعدو حاول أن يصد الهجمات، فعلا تم تمكن من ضرب عالية من خلال صواريخ موجهة. قادة في الحشد أكدوا أن تحرير الحضر سيكون مفتاحا لتحرير تل عفر المحاصرة منذ أكثر من 4 أشهر، وإن شاء الله بالقريب العاجل ويدنا بيدهم نتمكن من تحرير المتبقي من الساحل الأيمن من محافظة نينوى وقضاء تل عفر. وبتحرير هذا القضاء يكون قد تم عزله عن مناطق الأنبار التي كانت دواعش يتنقلون من خلالها.